يسعد صباحكم متابعي ومشاهدي مسك من وين ما كنتوا عم تتابعونا. حلقة جديدة من برنامج جامعتي، البرنامج اللي بترعاه مؤسسة يونايتد التعليمية الرائدة بمجال الاستشارات الجامعية والتعليمية. اليوم بالحلقة السابعة من البرنامج رح نحكي عن موضوع كتار منكن عم ينتظروا نحكي عنه بفارغ الصبر، ورح نطرحه أكيد اليوم بحلقتنا، وهو موضوع كيفية التقديم على الفيزا الطلابية أو حتى فيزة الطالب مثل ما بنسميها للطلاب اللي حابين يكملوا تعليمهم الجامعي بالجامعات التركية. وأكيد رح نعرف كيف بيقدر الطالب يلي بده يوصل على تركيا يطلع الإقامة لحتى تضل أموره نظامية. رح نستضيف الأستاذ محمود نجار بالقسم الأول من حلقتنا، وهو المرشد الأكاديمي بمؤسسة يونايتد التعليمية، رح يحكي لنا عن كل هالنقاط بالتفصيل. كمان حينضم لنا لاحقا الأستاذ أرباي الشيرين، وهو رئيس قسم شؤون الطلاب الأجانب بجامعة باشا شهير، رح يحكي لنا عن الجامعة وكيفية التسجيل فيها. بداية بدي رحب فيك أستاذ محمود نجار، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك أنسي، هلا وأهلا وسهلا فيك، ويسعد صباح كل المستمعين والمشاهدين وطلابنا الأعزاء. أكيد الله يسلمك، ميت أهلا وسهلا أستاذ محمود. بالبداية بالنسبة للطلاب الموجودين خارج تركيا وحابين يقدموا على أو يوصلوا لتركيا بطريقة قانونية، شو هي الخطوات القانونية اللي لازم يقوموا فيها لحتى يسجلوا بالجامعات التركية؟ والحقيقة من أول الأمور القانونية أو من أهم الأمور القانونية اللي بيهتم فيها الطالب المقيم خارج تركيا وعنده نية يجي لتركيا يكمل دراسة هي الفيزا الطلابية. كيف الطالب بيقدر يحصل على هاي الفيزا الطلابية لحتى يقدر يجي للجامعات التركية؟ هي عموما الفيزا الطلابية التركية تحديدا هي سهلة نسبيا وبسيطة نسبيا إذا بدنا نقارنها بالفيزا تبع أمريكا وكندا وأي دولة أوروبية تانية. الفيزا من حيث طريقة التقديم، من حيث الإجراءات، من حيث مدى إمكانية القبول لهي الفيزا الطلابية أو الدراسية فينا نسميها، يعني أمور بسيطة جدا، إجراءات متتالية ممكن نحكي عنها أكيد هذا بس، ولكن هي بشكل عام هي بسيطة وهي ما فيها أي تعقيد، متاحة يعني متاحة. ما لا من الفيز المعقدة فينا تماما، يعني إذا رح نقارنها مع دول مثل ما حكينا هي من أبسط الفيز يعني ممكن الطالب يقدر عليها ويضمن أنه يحصل عليها إن شاء الله. طيب كتار هلأ منا عم ينتظروا لحتى يعرفوا شو هي الإجراءات المطلوبة لحتى يحصل الطالب على التأشيرة الطلابية أو الفيزا الطلابية لكل حدا موجود خارج تركيا. الفيزا الطلابية بالأساس يعني الشيء الأساسي فيها لحتى يقدر الطالب يقدم عليها هو القبول الجامعي. قبول الجامعي النهائي، كيف بيقدر يحصل طالب على القبول الجامعي النهائي؟ بعد ما يقدم في أي جامعة من خلال أي من فريق مستشارين مؤسسة يونايتد بيحصل على قبول أولي بالبداية. القبول الأولي بيدفع الطالب جزء من الرسوم الدراسية المطلوبة في حساب الجامعة البنكي، بعد هيك الجامعة بتعطي الطالب وترسل له الطالب القبول النهائي. هذا القبول النهائي هو الأساس لحتى الطالب يقدر يقدم أو يبدأ بإجراءات التقديم على الفيزا الطلابية. نعم. بعد هيك بعد ما يحصل طبعا القبول الجامعي بيبحث عن مكتب لحتى يساعده في هذا الموضوع، ممكن أو مكتب أو ممكن يستعين في أحد من مستشارين. بيلزم أنه يستعين بمكتب أفضل أحيانا، أو مثلا أحد المستشارين الأكاديمي عندنا في عندنا قسم خاص بالشؤون القانونية بيساعد الطالب يحكي له شو لازم. أول شيء لازم يأخذ موعد السفارة التركية الموجودة في بلده، سفارة أو قنصلية نقطة مهمة في بلده، ممكن أي سفارة أو أي أقرب سفارة له ممكن يقدم فيها. طيب هلا هو في احتمالية انه بعض الدول مثل سوريا ومثل يمكن اليمن السفارة التركية عم تكون غير متوفرة، غير متاحة، غير موجودة بالبلد صحيح يلي الطالب موجود فيها، شو ممكن يعمل الطالب بهالحالة؟ بهالحالة ممكن يقدم عن طريق البلد الأقرب له، السفارة التركية الأقرب له، يعني مثلا المقيم في سوريا، بنعرف نحن ما في سفارة تركية موجودة في سوريا، ممكن عن طريق السفارة الموجودة في لبنان في بيروت، السفارة التركية في لبنان. المقيمين مثلا باليمن ممكن عن طريق السعودية، في طلاب يمنيين مثلا بيروحوا على مصر صحيح. يعني المتاح له في الدولة الأقرب ممكن. أول شيء بياخذ موعد طالب، بعدين بيبدأ بتحضير الوثائق اللازمة والضرورية. معناها هلأ النقطة الأساسية هي شو هي الوثائق بشكل فعلي إنه يلي لازم بقى تكون مع الطالب وقت بده يقدم على الفيزا. تماما. هلأ هو الوثائق الأصلية أو الأساسية، الأهم الوثيقة الأساس هي وثيقة القبول النهائي مثل ما حكينا. بالإضافة لهذا الشيء بيحتاج الطالب لكشف حساب بنكي له أو لولي أمره. ولي أمره كشف حساب بنكي، هذا يعني مثل الأمور الروتينية يعني بطلبوها. الموجود كشف حساب بالبلد اللي هو فيها تماما، حساب بنكي أنا مثلا طالب عندي إمكانية أنه أقدر أعيش، يعني هاي من الإجراءات الروتينية كشف حساب بنكي. بالإضافة لهذا الشيء بيطلبوا تأمين صحي دولي تمام، بالإضافة أنه يكون الطالب عنده باسبور أو جواز سفر صار الصلاحية على الأقل 6 أشهر. بالإضافة لهذا الشيء بالطلاب المقيمين بالخليج أو بأي دولة كان مقيمين وليس مواطنين، أنا سعودي مثلا مقيمين سوري مثلا مقيمين في السعودية، لازم يكون عنده إقامة في السعودية، إقامة سارية الصلاحية.
كمان يعني هلا نعرف نحن بالسعوديه خاصه السوريين بيجينا كثير اسئله بصراحه بهذا الموضوع انه يكون هو زائر وليس مقيم. في زائر وفي مقيم بالخارج بشكل عام، لا لازم يكون مقيم شرط. الزائر بيمشي الحال بس ولكن امكانيته شوي بتكون تحتاج لبعض الامور الثانيه. يعني معناها المقيم هو لازم يكون اساسا مطلع اقامه بالبلد اللي هو قاعد فيه، يعني مثلا اذا بسعوديه بمصر بدول ثانيه. اذا كان مواطن فما بيحتاج اكيد جنسيته هي موجوده، بس بكفي باسبور او جواز سفر صار صلاحيه على الاقل 6 اشهر، بالاضافه طبعا لصور شخصيه بيحتاج، بالاضافه الى في فورم التسجيل بيحصل عليه من السفاره التركيه. طبعا فيه يستعين باحد المكاتب، في مكاتب وسيطه بتشتغل بهذا الموضوع بتنسق الموضوع للطالب. موزعة بكل الدول يعني ما راح تحكر على دولة أخرى. بأي دولة موجودة مثلا بأي سفارة في القرب منها مثلا في مكاتب تشتغل بهذا الموضوع، بتعطي للطالب المعلومات اللي يحتاجها، بتساعده بترتيب الملف على الأقل. تمام؟ طبعا بالإضافة للاستشارة اللي ممكن يحصل عليها من قبل مؤسسة ونادى الطالب. الخطوات الفعلية مثلا أكيد بيسألون الطلاب كيف أحصل كيف أقدر بحصل على التأمين الصحي الدولي مثلا من خلال أي من المكاتب الموجودة هنيك. هو يعني هي اللي حكينا عنها كلها إجراءات روتينية بسيطة ويعني سهل استخراجها ما لو بها الصعوبة، يعني إنه مثلا متاح إنه يطلعها الواحد، وإذا ما قدر بشكل شخصي يطلعها يستعين بأحد المكاتب الموجودة 100%. ممكن بأجور بسيطة ممكن يكون هذا الموضوع، أجور بسيطة ما بتتجاوز يعني الأجور 100-150 دولار ممكن. نعم. لكن مثل ما حكينا القبول الجامعي نهائي. هلا في طلاب بياخذوا قبول جامعي أولي وبيروحوا بيقدموا بيجيوا رفض، فلازم يكون قبول جامعي نهائي بعد ما يدفع الطالب جزء من الرسوم الدراسية لحساب الجامعة البنكي. نعم تماما، هيك بيقدر يقدم حضر الوثائق بيقدم طلب الحصول على التأشيرة الدراسية. تمام. هلأ نحن في حال قدم الطالب وحصل على الفيزا من عن طريق السفارة التركية بأي بلد من البلدان، مدة الفيزا قديش ممكن لازم يكون الطالب عنده وقت لحتى لبين ما يجهز أموره، مثلا يودع رفقاته، يودع الأهل، يجيب أغراض معه حابب يطلعهم، قديش هي المدة اللي بيحق له للطالب يضل ببلده فيها لحتى يسافر؟ هو في عند الطالب بيكون مدة لا بأس فيها 90 يوم يعني كافي لحتى يودع ولحتى يشتري الطلاب. لحتى نوصي إذا مثلا هذه 90 يوم كافية بعتقد، هي المدة راح تكون 90 يوم. خلال 90 يوم المفروض الطالب يحجز طيارة ويجي للجامعة. نعم. أو يجي لتركيا. خلال 90 يوم كافية، وبس يجي الطالب لتركيا كمان في إجراءات تانية قانونية لازم يقوم فيها الطالب لحتى يضل وضعه محافظ على وضعه القانوني تبعه. نعم. بس أكيد قبل ما نحكي عن الإجراءات اللي بس يوصل الطالب، في بعض الحالات نسمعنا عنها أو يمكن عم تصلكم أنتم كمكتب إنه ممكن الطالب يجي رفض على الفيزا الطلابية. ها لا هلا هو موضوع رفض قلما أو نادر جدا حتى يجي رفض للفيزا الطلابية. نادر جدا جدا، يعني نحن إذا رح نقارن مثلا الفيزا الطلابية والفيزا السياحية خاصة بالنسبة للسوريين، إذا على سبيل المثال ممكن نحكي عن السوريين مثلا المقيمين خارج تركيا، يلي بده يجي بفيزا سياحية نسبة الرفض بتكون 50%، نسبة القبول 50%، يلي بده يجي بفيزا طلابية نسبة الرفض تكون 5 أو 10% فقط. نسبة عالية 90%. جدا معناتها القبول، يعني هي شبه مؤكدة أو شبه مقبولة بالنسبة للفيزا الطلابية. وهذا طبعا سيان الأمر بالنسبة للقبول اللي حصله من جامعة حكومية أو جامعة خاصة. تماما، يعني هو بس أهم شيء يكون قبول جامعي نهائي مثلا. خلص الطالب مقبول في هاي الجامعة بيقدر يقدم، وفي تسهيلات كتير. السفارة التركية وزارة التعليم العالي التركية أرسلت توصيات لكل السفارات التركية في كل البلدان العربية يتساهلوا مع الطلاب المقبولين في الجامعات، الطلاب الأجانب العرب مهما كانت جنسياتهم يتساهلوا معهم لحتى يحصلوا على الفيزا. حاليا نحن السنه الماضيه عملنا احصائيه كم نسبه الرفض كانت من كل السنه الدراسيه العام الدراسي كامل، عملنا احصائيه كانت نسبه الرفض 5% فقط. 5%؟ 5% يعني فقط. النسبه بالفعل نسبه القبول عاليه جدا. إذا نحكي شو أسباب الرفض شو ممكن تكون، غالبا بتكون نقص بالوثائق. طالب ما عنده، ممكن يكون باسبوره راح ينتهي صلاحيته، جواز وثيقة السفر تبعه يعني أبدا ما عم تكون الأسباب مثلا تتعلق بالقبول. لا كقبول ما في أي سبب، بس ولكن أحيانا قطعا بيكون حاصل عليه هو من الجامعة أساسا التركية. أحيانا بيكون في بعض الأسباب النادرة الشخصية المرتبطة بالشخص نفسه. أحيانا بيكون في أسباب شخصية بيتم الرفض للتأشيرة، بس ولكن إذا نحكي في حال تم الرفض في إمكانية يقدم الطالب مرة ثانية، مثلا عنده نقص بالوثائق نرجع نحن بنجدد له قبوله الجامعي من جديد، بنعطيه قبول بتاريخ جديد، ما بيمنع هذا الشيء أبدا. أهم شيء تكون المدة اللي بيقدم فيها الطالب مدة مناسبة، أو الفترة اللي بيقدم فيها الفترة هي المناسبة. يعني مثلا إذا قدم الطالب على إقامة على فيزا طلابية بوقت كان الجامعات فيها مغلقة، فمن المنطق أنه تكون نسبة رفضه بالضبط واردة يعني. فلذلك نحن أيضا بنوجه على هذا الشيء، إمتى الوقت المناسب لحتى تقدم الفيزا الدراسي؟ يمكن قبل شهر 9 يا ترى، يعني لازم مثلا يكون التسجيل او الجامعات متاحه للدراسه. تماما، يعني هي حسب معناتها التسجيل مثلا بشهر 10 او بشهر 12 سكرت الجامعات تسجيلها بدات الطلاب الدراسه، فاذا
التقديم يكون غير منطقي بهذا الفترة. صحيح. مثلا احيانا بعض الطلاب يتقدم بوقت غير مناسب، فلذلك احيانا بتكون هي تاثر ايضا على نسبه الرفض. معناها بالفعل هي ارشادات كثير مهمه بما يتعلق بانه الواحد لحتى يتحسب ابدا ما يجي رفض لازم ياخذ بعين الاعتبار هدول النقاط اللي ذكرتهم. تماما 100%. في حال كمان الرفض مثلا، يعني اذا حسبنا مثلا اسوء الاحتمالات، مثلا طالب خلص رفضت فيزته، فيه يسترد المبلغ في معظم الجامعات، معظم الجامعات بترد له المبلغ اللي دفعه الطالب، وبالاخير بيكون خسر اي شيء. بس يجيب دليل وثيقه انه تم رفض الفيزا تبعه على الباسبور او اي وثيقه ثانيه خارجيه موثقه من السفاره، ويقدمها للجامعه لحتى الجامعه تبدا باجراءات الاسترداد. تمام. بس لكن هي النسبه مثل ما حكينا هي نادره جدا، والسنه هي نحن هي الحاليه العام الماضي حكيت لك 5% كانت، هاي السنه ما عانينا او ما وجدنا اي حاله رفض. طيب احتمال يكون انه سبب كمان اساسا التقديم قليل بسبب كورونا؟ لا مو لانه تقديم قليل، بالعكس كان في اقبال جيد من الطلاب. الطلاب يعني حتى لو كان في كورونا رح تكمل تعليمها، لانه عم يصير كمان شيء اونلاين، يعني رح تكمل تعليمها. وكان في حلول كثير مطروحه من الجامعات ووزاره التعليم العالي التركيه انه يسهلوا. احدى هي الحلول او التسهيلات هي ان يتسهلوا باعطاء الفيزا الدراسيه للطالب. تماما. يعني هي السنه بالتحديد بالفعل احنا كثير طلاب قدموا على فيزا، كلهم حصلوا على خلال اسبوع، خلال 15 يوم حصلوا على الفيزا. كثير حلو هذا الكلام. ما سمعنا ان طالب بالفتره الاخيره انه اجى رفض خلال الفتره الاخيره اللي نحن فيها حاليا. تمام. كثير مهم هذا الكلام، ما شاء الله يا رب اكيد كل طالب يقدم على فيزا يحصل على قبول. هلا نحن اذا بدنا نحكي عن ذكرنا شوي عن طريقك استاذ محمود انه كيف مؤسسة يونايتد بتساعد عن جد الطالب يلي حابب يقدم على التأشيرة الطلابية. نرجع نركز على هدول النقاط يعني بالتفصيل اكثر. هلا هو الاساس يعني هي المعلومة الصحيحة والارشاد والتوجيه. نحن اساسنا واساس وظيفتنا هي الاستشارة التعليمية المجانية. بنسألنا الطالب، بنعطيه الاستشارة الصحيحة، شو الاوراق، بنساعده بالتدقيق على الاوراق اللازمة لحتى يقدم، شو التوقيت المناسب لحتى يقدم فيها الفيزا. بالاضافة لهذا الشيء بنحصل القبول الجامعي يلي هو اساس لحتى يحصل الطالب على الفيزا. قبول الجامعي بنأمن له اياه بطريقه بسيطه ومسهله جدا. الطلاب كثير تحصل على قبول النهائي خلال اسبوع او 10 ايام من خلالنا. هذه الخدمه جيده، يعني الطالب يتواصل معنا مجانا بيحصل على القبول الاولي، ومن ثم بيدفع جزء من الرسوم في الجامعه وبيحصل على القبول النهائي مجانا ايضا بدون اي رسوم. صحيح. فهي الخدمات الاساسيه اللي ممكن نحكي عنها الرئيسيه كمؤسسة وهي مثل ما قلت اساس المفتاح لانه الواحد يحصل على الفيزا، يعني ما بيقدر يقدم على فيزا المفتاح الاساسي الفيزا الطلابيه اساسا انه يكون بده قبول جامعي. اكيد. تمام 100% هذا الكلام. وطبعا في عنا في المؤسسه قسم خاص فقط بشؤون قانونيه للطلاب لحتى يستمروا ويدعموا الطلاب باحتياجاتهم بأسئلتهم باستفساراتهم بالاستشارة المطلوب انه يقدموها للطلاب. تمام. هذا مشان يضلوا متابعين الملفات اكيد تبعهم. تمام. طيب هلا نحن ننتقل لخطوه ثانيه. حصل الطالب على الفيزا والتاشيره الطلابيه، اجى على تركيا، شو لازم يعمل اول ما يفوت على تركيا؟ اول ما يفوت على تركيا اول شيء لازم الخطوه الاولى انه يكمل اجراءات التسجيل تبعه في الجامعه. تمام. فلازم اول شيء نحن هون بدايه قبل ما يجي الطالب في دور ايضا تقدمه مؤسسه يونايتد انه تحكي للطالب شو الوثائق لازم يجيبها معه. نعم. تمام. وقت اللي بيجي لتركيا في تصديقات ضروريه من وزاره الخارجيه، مثلا الوثيقه النهائيه تبع الطالب، الشهاده، كشف الدرجات، تسلسل دراسي بنسميه الاول الثانوي والثاني الثانوي، هاي الامور كلها لازم المستشار الاكاديمي في يونايتد يوصي الطالب انه ما تنسى هاي الوثائق، ما تنسى هاي التصديقات وقت اللي بدك تجي. بس يجي الطالب يكون وثائق معه نظاميه وكامله، بده يعمل اجراء التسجيل النهائي في الجامعه. لحتى يعمل اجراء التسجيل النهائي في الجامعه لازم يعمل اجراء معادله الشهاده الثانويه. تمام. جامعة الشهادة الثانوية أيضا هو من الأمور كمان حكينا عنه بحلقة من الحلقات. نعم صحيح، في حلقات سابقة تحدثنا عن موضوع معادلة الشهادة الثانوية. لازم يحضر الوثائق، لازم يصدقهم، لازم يأخذ موعد بمديرية التربية. نعم. طبعا كله بيكون هذا في تسهيلات أيضا من المؤسسة بتساعد الطالب هذا الموضوع. بعد هيك بيروح الطالب للجامعة يأخذ معه الوثائق الأصلية مترجمة مصدقة من النوتر، معادلة الشهادة، تتم الرسوم الدراسية النصف مثلا رسوم الفصل الأول بحسب الجامعة. بيحصل الطالب على التسجيل النهائي وبيحصل على وثيقة الأورنج بالجيسي بيسموه أو قيد الطالب. قيد الطالب. هون الطالب عمل القيد بشكل نهائي في الجامعة، صار طالب جامعي موثق عند الحكومة، موثق بإدارة الهجرة والتعليم، الهجرة والسفر، أنه هو طالب. نعم. عنده رقم تي جي مثلا. أكيد رح نتابع أستاذ محمود بهذا الكلام، لكن هلأ رح نروح لفاصل. متابعينا رح نروح لفاصل إعلاني قصير ومنرجع بعده لنتابع حلقتنا، خليكم معنا. جامعتي برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية، طريقك للنجاح يبدأ من هنا. مسك العالي صوتك، مسك الأفضل أعلانك.
عم تسألوا عن روضة باسطنبول برامجها عالمية ومناهجها باللغة العربية والتركية؟ ما تترددوا، بحضانة وروضة ريحان عم نغرس القيم الإسلامية وبنحافظ على الهوية. كوادرنا تربوية، أجواءنا آمنة وصحية وتراخيصنا رسمية. بحضانة وروضة ريحان، أطفالكم بوطنهم. الإتاب الرابع، وادي باشاك شهير، 055-28-20-2000. المتحد بلاستيك، أول شركة عربية تركية في مجال أكياس النايلون والأمبلاج بتقنيات عالية الجودة. أضف لمنتجك جمالاً وجاذبية مع المتحد لصناعة وطباعة الأكياس. اسطنبول، بيليك دوزو، 0534-78-542. Welcome to Al Jazari Schools of Science and Technology, including both international and Turkish branches, a comprehensive educational vision based on technopark, sociopark, and permaculture. The special eco-friendly educational program, JLP, that nurtures arts and sports along with academic progress. Contact us 0530-930-3320. Al Jazari Schools of Science and Technology, the incubator of tomorrow's scholars. إيه رزق الله لما كان الواحد يكزر على الروشة ويتروق بشتورة. لك ليش الهم؟ مطعم أردا بفرج الغم. القعدة صبح وعشية، لبنان 100%، والأكل كمان من أطيب أكلات بلادنا، والترويقة متنوعة وشهية. مطعم أردا كاراكوي. مطعم أردا، الأكل عليك والحلو علينا. مؤسسة يونايتد التعليمية، نقوم بتوفير القبول مجانا في أقوى الجامعات التركية الخاصة، وبخصومات تصل لغاية 75% على الأقساط الدراسية. استشارة مجانية وفريق مختص بانتظارك. نستقبل الطلبة من المطار ونجهز كافة الأوراق من إقامة وتأمين صحي وسكن جامعي عند الحاجة. 0212-912-339. يونايتد التعليمية، طريقك للنجاح يبدأ من هنا. مسك الأفضل بإعلانك. تجمعنا جامعتي برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية، طريقك للنجاح يبدأ من هنا.
ورجعنا لكم عن جديد متابعينا، وموضوعنا المهم اللي عم نحكي فيه اليوم وهو بيتعلق بموضوع التأشيرة الطلابية وإقامة الطالب، وحتى كيف ممكن الطالب يضبط أموره بما يتعلق بموضوع التسجيل بالجامعة. أكيد بدي أرجع رحب فيك أستاذ محمود، أهلا وسهلا فيك. بداية قبل الفاصل كنا عم نحكي عن ميزات الإقامة الطالب، هلأ إذا بدنا نحكي عن كنا عم نحكي عن موضوع أنه أخذ الطالب قيد الطالب إجراء التسجيل في الجامعة، أخذ الأورنجي بالجسي. تمام، هلا شو لازم يعمل بعد ما يكون اخذ القيد؟ تمام، هلا هو لازم بقى يقدم على الاقامه الطلابيه، بيجي على مؤسسه يونايتد، بيتم لازم اول شيء ياخذ موعد تبع الاقامه، لازم يعمل تامين صحي لمده سنه او سنتين، لازم يستخرج رقم ضريبي، لازم ايضا يدفع الضريبه الحكوميه، يعني هي الاجراءات المطلوبه بالاضافه لوثيقه طالب الأورنجي بالجسي. هي الأساس أو هي الوثائق المطلوبة حتى يقدر يقدم على الإقامة الطلابية. ملف كامل بيتم تجهيزه، بيتم تحضيره، يعطى للطالب قبل المختص في عنا بالمؤسسة، بيأخذ هذا الملف الطالب، بيروح للجامعة، بيعطي الملف للجامعة لحتى بهي الأثناء بيكون قدم، أو بهي الخطوات بيكون قدم على الإقامة. يعني عمل يلي عليه وقدم على الإقامة الطلابية. بعد هيك الجامعة هي بتتابع له موضوع الإقامة مع دائرة الهجرة، خلال فترة شهر أو شهرين أو ثلاث أشهر كحد أقصى بيستلم الطالب الإقامة. إقامة طالب. هلا مدة الإقامة اللي بيحصل عليها ممكن تكون مثلاً قديش مدتها؟ ممكن مدة الإقامة بتكون سنة على الأقل طلابية قابلة للتجديد. طبعاً ليست قابلة للتجديد، مضمون إنه واحد يتجددها. طبعاً هو صح. تماماً. ممكن تجديد تكون سنتين، ممكن أكثر. يعني كمان بيقدر هو عم يقدم عليها من أول مرة يسجل سنتين. بيقدر يقدم على سنتين، ما في أي مشكلة، لكن لازم يكون تأمين صحي تبعه لمدة سنتين. بيتم توجيه الطالب وأيضا إرشاده بهذا الموضوع. جميل. يخير الطالب بهذا الموضوع كم راح المدة راح تقدم عليها، سنة أو سنتين، وعلى هذا الأساس بيتم مساعدته وإرشاده. طيب هون الدفع ما يتعلق بالمبلغ اللي بيدفع يمكن الضريبة أو هيك شيء بنسميه بالإقامة، قديش عم يكون تقريبا للطالب؟ 90 ليرة بالنسبة للطالب. 90 ليرة. نعم، مخفض جدا يعني 90 ليرة تركية. صحيح، مقبول جدا أكيد. إذا نحكي عن إقامات تانية مثلا راح نقارن بين هذا السؤال بصراحة اللي حياخدنا أكيد لنعرف منك، يا ترى شو الفرق بين إقامة الطالب والإقامة السياحية من حيث المزايا اللي عم تقدمها أو اللي عم يحصل عليها الطالب بما يتعلق بإقامة الطالب؟ إذا نحكي عن الفروقات أو المزايا، الإقامة الطلابية أول شيء من حيث المدة على الأقل بتكون سنة، الإقامة السياحية على الأقل ممكن تكون 3 شهور أو 6 شهور على الأكثر سنة. معناتها على الأكثر سنة هداك الطالب ممكن على الأكثر سنة ياخد سنتين، ممكن سنتين. تمام، هذا الموضوع أول. الموضوع الثاني، الإقامة السياحية غير قابلة للتجديد إلا يكون في سبب، خاصة بالإجراءات والتغييرات اللي طرأت لاحقا، يعني لبعض الجنسيات لازم يكون في سبب للوجود، وجود الطالب هون أو وجود الشخص اللي بده يعمل تجديد للإقامة السياحية. بالإقامة الطلابية التجديد بسيط وسهل، ما بيحتاج لأي شيء، عن طريق الجامعة القبول بيكون مضمون. جميل، هذا الميزة الأخرى. الميزة الأهم أنه الطالب أيضا بيحصل على تخفيضات، بيحصل على مزايا الطالب. صحيح، بيحصل رقم تجاري ينتهي ب 99، أول شيء هاي لها فائدة كمان قانونية في تركيا، بالإضافة إلى في تخفيضات مثلا قطاع المواصلات بيعطي للطالب تخفيضات تصل لأكثر من 80% تقريبا. صحيح. معروف عن الطلاب الموجودين هون مقيمين عندهم إقامة طلابية، بقدر الطالب من خلال إقامة طلابية يحصل على كرت مواصلات أو بطاقة المواصلات. تماما، النقل مو بس البري البحري والجوي وكل شيء، يعني عم يحصل عليه على تخفيض. صحيح، أي من الوسائل النقل بيستخدمها بياخذ تخفيض 80%. صحيح تماما، حتى أكثر أحيانا بيكون. الميزة الأهم أو الضرورية نحكي عن موضوع الجنسية، إمكانية تجنيس الطالب ليحصل الطالب على الجنسية التركية. نحكي عن الجنسية الاستثنائية، معروف عن السوريين المقيمين هون اللي عم يدرسوا في الجامعات اللي عندهم إقامات طلابية، نسبة كتير كبيرة منهم تم منحهم الجنسية التركية. بالضبط. من خلال قيد الطالب. من خلال إنه الطالب هو جامعي، يعني عنده إقامة طلابية. نعم. خلال سنوات الدراسة، ممكن خلال السنة الأولى، السنة الثانية، خلال ممكن السنة الثالثة يتم منحه الجنسية التركية أو بيحقله يقدم على الجنسية. هي جنسية استثنائية. الجنسية القانونية العادية الطبيعية نعرف نحن المعروف أنه الطالب لازم أو المقيم في تركيا بيحقله يقدم على الجنسية إذا كان عنده إقامة عمل لمدة مستمرة 5 سنوات. تمام؟ صحيح. الإقامة الطلابية تحسب من 5 سنوات بس، ولكن كيف يعني مثلا السنتين في الإقامة الطلابية تعادل سنة عمل. يعني كيف مثلا طالب على سبيل المثال بيدرس 4 سنوات في الجامعة. تمام، 4 سنوات، تخرج، الـ4 سنوات تحسب سنتين عمل، بيضل بقيان عليه أنه يعمل أو يشتغل.
3 سنوات بيكون أتم الشرط. صار 5 سنوات. جميل. إذا كانت واضحة الفكرة بتحتاج لطول. لا هي واضحة 100%. نحن عنا أساسا اللي بده يشتغل أي حدا بده يشتغل يحصل على الجنسية لازم يكون عنده عم يشتغل 5 سنين. نعم. إقامة عمل خمس سنين. تمام. فبهالحالة وقت بيكون عنده طالب عم يدرس 4 سنين بتحسب السنتين بالسنة. سنة عمل وإذا كانت تحسب لصالح الطالب. تمام. خلال الإقامة الطلابية هي أحد المزايا أيضا المهمة جدا. للإقامة الطلابية. جميل جدا. هلأ زمنا نحكي عن موضوع كتير مهم. كتير من الطلاب أحيانا بيضطروا ليشتغلوا أثناء دراستهم. يا ترى هل هذا الشيء متاح؟ هل مسموح بالقانون التركي إنه الطالب اللي عم يدرس بالجامعات الخاصة أو الحكومية يشتغل أثناء العمل؟ والحكومة التركية بتعرف أو يعني عندها علم بموضوع أن الطلاب في كتير من الطلاب يحتاجوا لحتى يشتغلوا أثناء دراستهم. ماديا لربما حتى يكون في دواعي مثلا استثمار الوقت مثلا ممكن صحيح. أثناء الطالب دراسته وبيحب يدرس وبيحب يشتغل بمجال دراسته بمجال تخصصه اللي عم يدرس فيه. نعم. ما بيمنع هذا الشيء مسموح قانونيا بس ولكن في شروط. هاي الشروط تم وضعها من قبل الحكومة التركية لحتى تضمن الطالب يعني ما يغير هدف وجوده في تركيا. هو هدفه الرئيسي هو الدراسة وليس العمل. فكان في شروط تقنينيه يعني تقنين هذا الموضوع حتى هلا. هو الشرط الاول في قانون اول شيء بنحكي عنه رقمه 7635 تم اصداره بعام 2016 قانون القوى العامله الدوليه. هو اللي بينص على هذا الموضوع. في شروط هامه. الشرط الاول انه ما يتعارض عمل الطالب مع دراسته مع دوامه كدوام ودوام وحضور في الجامعه وفي الصفوف الدراسيه. الشرط الثاني لازم مده العمل بالاسبوع الواحد ما تتجاوز 30 ساعه لحتى يقدر يضمن الطالب انه ما بيصير تداخل بين وما ياثر على موضوع عمله. الشرط الثالث بالنسبه لطلاب البكالوريوس والدبلوم سنتين لازم يكون الطالب اتم السنه الدراسيه الاولى يعني بالسنة الثانية بيحق له يشتغل. معناته ممنوع قولا واحدا يشتغل خلال السنة الأولى من السنة الثانية باعتبار من المعروف طالب السنة الأولى لسه ما قدر يدخل على الجو لسه ما قدر يتأقلم مع الجو لسه بده فترة ليتأقلم فما بيحق له يشتغل إلا حتى يخلص السنة الدراسية الأولى. طبعا في بعض الوظائف محظورة على الطلاب إنه يشتغلوها مثل الخدمات المنزلية ولا ما شابه المجهود الوظائف تتطلب مجهود كبير أيضا هي محظورة. في شرط أيضا إنه لازم الطالب يقدم على إذن عمل بالإضافة إلى إقامة الطالب تبعه. إذن عمل إقامة عمل من خلال رب العمل أو صاحب العمل اللي عم يشتغل معه. طيب هلأ هي بهالحالة بأي إقامة بيتم اعتمادها؟ إقامة العمل ولا إقامة الطالب؟ إقامة الطالب بتضل سارية الصلاحية بالإضافة إلى إذن العمل. تمام. إذن عمل وتأمين صحي طبعا لازم أيضا صاحب العمل يعمل له إياه. طبعا هو الهدف الحكومة التركية إنه تحمي حق الطالب من هذا القانون. تقنين هذا الأمر بيصب بمصلحة الطالب لحتى تحمي مصلحته لحتى أيضا ما يأثر على دراسته. تماماً. يتم تنظيمه. ما يضر دراسته مثل ما قلت بشكل أو بآخر. تماماً. ممكن يأخر تخرجه ممكن ما يخليه ينجح بمواده يعني في كتير ظروف وعوائق ممكن يتعرض للطالب طالما صار عم يشتغل. تماماً. طيب هلأ أستاذ محمود في سؤال خطر لي. يا ترى الإقامة العقارية بنسمع عنها الإقامة العائلية شو هدول الإقامات؟ بالنسبة للإقامة العقارية يعني الإقامة بحق له للمقيم في تركيا يستخرج أو يقدم عليها إذا كان عنده عقار غير منقول يعني بيت أو شقة أو أي شيء بيحق له يقدم خلال طابو الأخضر بيجيب إثبات أنه عندي عقار أنا بيقدم على الإقامة العقارية. تكون إجراءاتها أيضا شبيهة بالإقامة السياحية. بالنسبة للإقامة العائلية بيحق للشخص أو للمقيم يقدم عليها إذا كان أحد إذا كان أحد الزوجين عنده جنسية تركية أو كان عنده إقامة عمل إذن عمل بيقدر يقدم على إقامة عمل إقامة عائلية لحتى يقدر الزوج الآخر أنه يحصل على الجنسية. إقامة وبالتالي جنسية. تماما. يعني الزوج بده يحصل على الإقامة وبالتالي كمان تمام. يعني إذا صار مثلا الزوج تركي الزوجة بحق لها تعمل إقامة عائلية. تمام. بعد فترة بتاخذ الجنسية التركية. جميل. تمام. هذا هو بشكل عام يعني كنا نحكي عن الإقامة العقارية والإقامة العائلية. طيب أستاذ محمود يعني نصائح ممكن توجهها أنت للطلاب حاليا اللي عم يسمعونا من برات تركيا شو بيقدروا يعملوا؟ كلمة ختامية باختصار. تمام. هلا بالنسبة للطلاب اللي قدموا حاليا خارج تركيا قدموا على فيزا نحن فينا نساعدهم يتواصلوا معنا لحتى نطلب من الجامعة تراسل السفارة الموجودة في بلد الطالب لحتى تدعمه ولحتى تتيسر أموره بموضوع الفيزا الدراسي بما أنه نحن قربنا على بدء العام الدراسي الجديد. هذا أول شيء. بالنسبة لاختصاصنا الأصيل هو التسجيل في الجامعات وتقديم تسهيلات للطلاب لحتى يسجلوا في الجامعات المناسبة لهم. ولكن ضرورة الأمور القانونية وأهميتها للطالب يعني كان هذا الشيء بيفرض أنه يكون في عنا قسم متخصص في الشؤون القانونية بس ولكن نحن وظيفتنا الأساسية هي الخدمات الطلابية. بالوقت الحالي متاح فريق كامل مختص فقط بالشؤون القانونية والتقديم على الإقامة ولا ما شابه
وبنستقبل كل الطلاب من كل الأماكن ومرحب بكل الطلاب بكل الأوقات. أكيد أستاذ محمود، نحن نتشكرك كثير على هالمعلومات المهمة. إن شاء الله شكرا لك جزيلا أستاذ محمود نجار، كنت معنا ضيفنا اليوم بحلقتنا. متابعينا رح نروح لفاصل دقة الساعة وبنرجع لنكمل حلقتنا، خليكم معنا. جامعتي برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية، طريقك للنجاح يبدأ من هنا. الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. التشكيل الكامل من الحلويات والكيك المميز بالإضافة للموزة العربية بالقشطة والفستق صارت قريبة منكم بفرع السلطان الجديد في كايا شهير. صفر 531-265-66-37. حلويات السلطان العالمية، الحلو من ذهب. لا تسأل لا تتعب حالك وارمي حملك، نحن قبالك، نحن مسك العالي صوتا، مسك الأفضل بإعلانك. قصر البرياني صار قصرين، زورونا في فرعنا الثاني بالأمينونو مع إطلالة البحر المميزة وأشهى المأكولات الهندية فقط عند قصر البرياني. ليفاند مدرسة ليفاند، منهج لبناني معتمد دولياً، مدرسة ذات معايير عالمية متعددة اللغات. ليفاند صديقة لأبنائك من الروضة وحتى التعليم المتوسط مع خصومات ومنح ومزايا عديدة. للتواصل 0536-668-31-75. مدرسة ليفاند، من هنا تشرق المعرفة. أنا مش مصدق عيني، من زمان يا فلوكة، ده احنا دخنا على ما ناكل سمك اون نمرة. لا وكمان جايبين امهر شيفات من مصر، الطعم مش قادر اوصفه، اشي طواجن وشربات والسمك مقلي ومشوي، وما اقولكش بقى على الملوخية بالجمبري، والقعدة حكاية تانية خالص. فلوكة للمأكولات البحرية، شيش لإسطنبول 0537-047-1710. مدارس القدس تعلن عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. أنا ابن القدس ومنها. مدارس القدس حصاد منظومة تربوية ممتدة لأكثر من ربع قرن، منهاج يراعي القيم الحضارية لأمتنا. بشاك شهير، صفحتنا على فيسبوك @كودوسكولاجي أو الرقم 0522-548-48-30. أهلا وسهلا بهيرة خانم، اتفضلي، ما في شي من واجبك؟ يسلم إيديك شهود. عجبك الأكل بالله؟ إيه طبعا لازم يعجبني، ليش مطعم أونو عليه كلام؟ لك شو مطعم ما مطعم، هاد شغل إيدي. لا تشلشيني، هاد أونو حارتنا ضيقة ومنعرف بعضنا. هاي البيتزا من عند أونو، لك لكان والكريسبي والشاورما كمان. كشفتيني يا بهيرة، يا على عيونك شو قوية. ايه طبعا خلطة اونو مميزة وما في مثلها. ويني فيكي تاخدي من عنده كمان جاهز وتقلي شوي بالمقلاية وصحة وعافية. عنده كوردون بلو وفهيتا، لك هذا غير الفروج المشوي والبروستيد واشكال كتيرة من الاكل الغربي. مدام انكشفنا وانكشفنا لنحكي العنوان، اونو صاير بالكايا شهير، مافيرا واحد، مقابل حديقة الميلاد بهشس. أما تليفونه 0544-770-9000 أو 8000. مدارس الأمة الدولية، نكرس مفهوم الصداقة السليمة داخل مدارسنا، وصولا إلى أن تكون مدارسنا صديقة لأبنائكم من الروضة وحتى الثانوية العامة. مدارس الأمة الدولية، مدارسنا معترف بها من وزارة التربية التركية، منهج أمريكي معتمد من هيئة آية بالإضافة للمنهج العربي الليبي، قاعات دراسية مجهزة بسبورة ذكية، مصلى كبير يتسع لكافة طلابنا الأعزاء، ما زال التسجيل مستمراً.
المقاعد محدودة. موقعنا في مدينة اسطنبول بلكدزو. للاستفسار والتسجيل 090-55-26-92-75-74. مدارس الأمة الدولية. التعليم حق للجميع. المتحد بلاستيك، أول شركة عربية تركية في مجال أكياس النايلون والأمبلاج بتقنيات عالية الجودة. أضف لمنتجك جمالاً وجاذبية مع المتحد لصناعة وطباعة الأكياس. اسطنبول بيليك دوزو 0534-78-542. لك إيه على أيام زمان وأكلات أيام زمان، طبخ الميمة وستي، إيه والله معدين عاد. لك عقيد مطعم صحتين، طبخ شرقي وعقصوله، كباب ومحاشي، لك وغربي كمان. صلاة محمد عم تحكي جاه؟ والقعدة شي آخر رواق. لك شو بنا عقيد؟ عمطعم صحتين يلا، ليكو كيب أكسراي أمام ترامباي الحسكي. مطعم صحتين 0531-400-64-64. مطعم صحتين، أصل المذاق عنا. مسك الأفضل بالإعلانات. تجمعنا. جامعتي برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية. طريقك للنجاح يبدأ من هنا. ورجعنا لكم عن جديد متابعينا بالقسم الثاني من حلقتنا، اللي مثل ما عودناكم دائما بهذا القسم نحكي عن جامعة من الجامعات. واليوم رح تكون جامعتنا، رح نحكي عن جامعة بهشة شهير. رح نستضيف الأستاذ إيرباي شيرين، وهو من مكتب رئيس قسم الطلاب الأجانب بجامعة بهشة شهير. أهلا وسهلا وفيك، يسعد صباحك أستاذ إيرباي. أشكرك، شكرا جزيلا لكم على الضيافة وعلى استضافتي هنا. شو هو السبب يلي بيفضل الطلاب الأجانب للدراسة بجامعات بتركيا؟ بالأساس لماذا يختارون تركيا؟ هناك دول كثيرة في العالم وهم يختارون تركيا، والسبب اختيارهم مثلا تركيا لأنه تركيا كما تعرفون بالنسبة للعالم العربي هناك تشابه في الثقافة، هناك تشابه في الحياة نوعا ما، وأيضا حياتنا تشبه حياتهم، فهناك الكثير من الأمور المتشابهة فيما بين، لهذا فهم يختارون تركيا. بالإضافة إلى هذا، من الناحية التعليمية هناك لدينا فوارق أيضا، فطبعا
نحن لدينا مستوى لدينا هناك نظام تعليمي متفوق على الكثير من دول العالم، وتركيا في حالة تطور مستمر وفي حالة نمو مستمرة، ولذلك وهناك لدينا بخصوص الفعاليات الدولية وبخصوص الأنشطة وبخصوص الجامعات، فلدينا جامعات كثيرة ولدينا نجاحات في الأمور، ولذلك فهم يختارون تركيا قبل أن يختاروا جامعتنا. فنحن لدينا فترة 10 سنوات نحن نعمل ولدينا جامعات كثيرة، وهناك طبعا نريد أن ننوع الثقافات. فطبعا فهم طبعا كما تعرفون اختيارهم لجامعة باتشاشهير أيضا شيء آخر أيضا بالنسبة لنا، هذا مدار فخر بالنسبة لنا. فطبعا ولدينا إمكانيات كثيرة في جامعة باتشاشهير، وأريد أن أجاوب على سؤالكم بشكل خاص. فنحن نقوم بالتعليم باللغة الإنجليزية، ولدينا 5 جامعات في تركيا، ولدينا مراكز لغة، ونحن أيضا لدينا طبعا مراكز في العديد من دول العالم، مكاتب هناك تمثلنا، وطبعا ونحن لدينا مستوى تعليمي جيد، وبالتالي نحن نقوم بإرسال طلابنا إلى خارج تركيا أيضا لتلقي التعليم أيضا، وإذا كانوا يريدون أن يستفيدوا من هذه الخبرات والقدرات فيستطيعوا أن يراجعوا جامعتنا. أكيد أستاذ إيرباي، لكن إذا بدنا نحكي عن التخصصات والبرامج الأكاديمية اللي بتقدمها جامعة باتشاشهير بشكل خاص. طبعا في هناك عديد من الجامعات في الدول في العالم، فخصوصا بخصوص كلية الطب، فلدينا هناك لدينا 10 كليات مختلفة، فلدينا كلية الهندسة وكلية العلوم الاقتصادية، إدارة الأعمال، الكونسيرفاتوار بخصوص هندسة الأغذية والطب وغيرها من الكليات لدينا، ولدينا كلية الطب ولدينا قسم أو كلية العلوم الصحية، فلدينا 4 معاهد أيضا، ولدينا طبعا عديد من الطلاب حوالي 26,000 طالب منهم 4,000 طلاب أجنبي. فطبعا ولدينا طلاب في عديد من أنحاء العالم، وطبعا كل الكليات تكون باللغة الإنجليزية خارج 4 كليات فقط. الكورسات اللي بتدرس باللغة الإنجليزية فقط ما هي إذا فينا نعرف شو؟ باللغة الإنجليزية 100% يتلقون التعليم باللغة الإنجليزية فقط. في كلية الحقوق 70% باللغة التركية، 70% باللغة الإنجليزية، 30% باللغة التركية، والعلوم الصحية أيضا لدينا يوجد لدينا قسم 100% باللغة التركية وقسم 100% باللغة الإنجليزية، فحسب الخيار الطلاب يختارون اللغة التي يريدونها. شكرا. إذا بدنا نعرف عن الاعترافات اللي حصلت عليها جامعة باتشاشهير دوليا وعربيا. طيب تايمز إدوكيشن، طبعا نحن على مدى 3 سنوات نحن في المرحلة الممتازة هناك، مثلا فنحن ما بين الجامعات 1000 و1400 في العالم نحتل هذه المرتبة، وهناك 132,000 جامعة مثلا لو تفكرون، نحن نحتل مرتبة جيدة هناك. فنحن في شهر أكتوبر سيكون هناك النتيجة، وسيكون هناك مفاجآت كثيرة، وسنكون مثلا في أول 1000 جامعة. فنحن ما بين عديد من الجامعات مثل مصر والمغرب ولبنان وغيرها من الجامعات والعراق، فنحن شهادتنا معترفة هناك بشكل كبير، وأيضا وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج، ولدينا أعمال معهم، وهناك تبادل، وهناك طبعا شراكة. أيضا أريد أن أقول لكم برامجنا بشكل كامل حسب الفروع وحسب الكليات، فكل كلية لها 10 فروع، وعلى سبيل المثال كلية الهندسة
معمارية أو هندسة البناء. فنحن طبعا هناك في منظومة الأكيتي في أوروبا، فنحن مثلا حصلنا على شهادات الاعتماد من كثير من الدول الأوروبية بهذا الخصوص، فهذا مهم جدا بالنسبة لنا. لماذا؟ فالطلاب الذين يتخرجوا من جامعتنا إذا ذهبوا إلى أوروبا وإلى برازيل ويريدون أن يقومون بدراسة الماجستير، فشهاداتهم سارية المفعول هناك ومعترف بها هناك ويتلقون تعليما جيدا جدا. هذا الكلام أكيد أستاذ رواي، لكن إذا بدنا نحكي عن، ذكرت من شوي إنه في برامج تبادل طلابي موجودة، البرامج الطلابي التبادل الطلابي الأشهر الموجود عندكم بالجامعة لو نعرفها. شلون؟ بيز إكي. نعم، هناك لدينا ثلاثة برامج تبادل طلاب، منها أراسموس. فنحن نقوم بإرسال، نحن لدينا اتفاقية مع العديد من الدول، كل دول الاتحاد الأوروبي مع الجامعات هناك، فطبعا فيجب علينا نشرح إراسموس، فهو برنامج مدعوم من قبل دول الاتحاد الأوروبي، فالطلاب الذين يذهبون إلى الجامعة مصاريفه الطالب والسكن وغيرها يتم دفعها من قبل الاتحاد الأوروبي وهم يأخذون من جامعتنا. فمثلا إذا كان فترة طبعا نصف سنة ممكن أن يطولوها إلى مدة سنة مثلا. وهناك لدينا برنامج تبادل الطلابي exchange مثلا مع أمريكا، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع جامعة كولومبيا وغيرها من الجامعات. وبخصوص الصح والطب لدينا برنامج تبادل الطب مع جامعة هارفارد، وأيضا لدينا هناك باي جلوبال اكستشينج معنا معهم مثل باتوم وقبرص وغيرها من دول أمريكا اللاتينية. بحلقتنا لكن متابعينا رح نروح لفاصل إعلاني قصير وبنرجع بعده لنكمل، أكيد خليكم معنا. جامعتي برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية، طريقك للنجاح يبدأ من هنا. لا تسأل لا تتعب حالك وارمي حملك، نحن قبالك، نحن مسك العالي صوتا، مسك الأفضل لإعلانك. لك إيه على أيام زمان وأكلات أيام زمان، طبخ الميمة وستي، ايه والله معدين عاد. لك عقيد مطعم صحتين، طبخ شرقي وعقصوله، كباب ومحاشي، لك وغربي كمان. صلاة محمد عم تحكي جاد؟ والقعدة شي آخر رواق. لك شو بنا عقيد؟ عمطعم صحتين يلا، ليكوكي بأكسراي أمام ترامباي الحسكي. مطعم صحتين 0531-400-64-64. مطعم صحتين، أصل المذاق عنا. ليفان مدرسة ليفان، منهج لبناني معتمد دوليا، مدرسة ذات معايير عالمية متعددة اللغات. ليفان صديقة لأبنائك من الروضة وحتى التعليم المتوسط، مع خصومات ومنح ومزايا عديدة. للتواصل 0536-668-31-75. مدرسة ليفان، من هنا تشرق المعرفة. أهلا وسهلا بهيرة خانم، اتفضلي، ما في شي من واجبك؟ يسلم إيديكي شهوتي. عجبك الأكل بالله؟ إيه طبعاً لازم يعجبني، ليش مطعم أونو؟ عليه كلام؟ لك شو مطعم ما مطعم؟ هاد شغل إيدي. لا تشلشيني، هاد أونو، حارتنا ضيقة ومنعرف بعضنا. هاي البيتزا من عند أونو، لك لكان والكريسبي والشاورما كمان. كشفتيني يا بهيرة، يا على عيونك شو قوية. ايه طبعا خلطة اونو مميزة وما في مثلها. ويني فيكي تاخدي من عنده كمان جاهز وتقلي شوي بالمقلاية وصحة وعافية. عنده كوردون بلو وفهيتا، لك هذا غير الفروج المشوي والبروستيد، واشكال كتيرة من الاكل الغربي. مدام انكشفنا وانكشفنا لنحكي العنوان. اونو صاير بالكايا شهير، مافيرا واحد، مقابل حديقة الملات بهشس. أما تليفونه 0544-770-9000 أو 8000. بدك ابنك يصير فارس يسابق الريح؟ عندك شغف تتعلم الفروسية وركوب الخيل بس ما قدرت؟ نادي النور للفروسية يعلن عن افتتاح دوراته الصيفية،
مدة الدورة شهر كامل لجميع الأعمار بدءا من 5 سنوات مع تدريب خاص للإناث. أسعارنا بتشمل المواصلات ووجبة غدا. نادي النور للفروسية كارتبة 0555-0598-3 صفار. مدارس الأمة الدولية، نكرس مفهوم الصداقة السليمة داخل مدارسنا، وصولاً إلى أن تكون مدارسنا صديقة لأبنائكم من الروضة وحتى الثانوية العامة. مدارس الأمة الدولية. مدارسنا معترف بها من وزارة التربية التركية، منهج أمريكي معتمد من هيئة آية، بالإضافة للمنهج العربي الليلي، قاعات دراسية مجهزة بسبورة ذكية، مصلى كبير يتسع لكافة طلابنا الأعزاء، ما زال التسجيل مستمراً، المقاعد محدودة. موقعنا في مدينة اسطنبول بلك دوزو. للاستفسار والتسجيل 0995-25-92-75-74. مدارس الأمة الدولية، التعليم حق للجميع. مسك الأفضل بالعدالة. عم تكبر مسك وعم نكبر، عم تكبر والبعد القاسي عم يصغر، عم تكبر عم تكبر مسك وعم نكبر، عم تكبر والبعد القاسي عم يصغر، عم تكبر وهمومك رح تصغر معنا، رح تحلى الدنيا وتتغندر. عم تمشي الايام بسرعة، تعبنا عم نشعل شمعة، عم تكبر يا قلب اسم الله، تشو لبلب بس عالسكة. مسك اف ام تجمعنا. جامعتي برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية. طريقك للنجاح يبدأ من هنا. ورجعنا لكم عن جديد متابعينا بالقسم الأخير من حلقتنا. كنا عم نحكي أكيد مع الأستاذ إرباي شيرين، وهو رئيس قسم الطلاب الأجانب بجامعة بهجة شهير. أهلا وسهلا فيك عن جديد أستاذ إرباي. أستاذ إرباي، ذكرنا أنه في اختصاصات فيها لغة إنجليزية وفيها لغة تركية. إذا بدنا نعرف جامعة بهجة شهير هل تحتوي على مركز لتعليم اللغة سواء التركية أو الإنجليزية؟ يعني بزم شنو ايتيم ديال. طبعا كما قلنا لكم لغتنا التعليمية اللغة الإنجليزية، فهناك بعض الناس لا يعرفون اللغة الإنجليزية كما تعرفون، فلدينا مثلا الطلاب يراجعون جامعتنا، وإذا كان لديهم لغة إنجليزية يتم تحديد مستوياتهم، إذا كانت مستوياتهم كافية في الامتحان فسيدرسون فروعهم، ولكن إذا كانت مستوياتهم غير كافية فسنقوم بإرسالهم في المدرسة التحضيرية التي هي باللغة الإنجليزية حتى يجتازوا هذا الامتحان. وأيضا لدينا مراكز تعليم اللغة التركية أيضا ومدارس اللغة، فيدخلون الامتحانات، فإذا نجحوا في هذا الامتحان والاختبار سيبدأوا بالدراسة في فروع مباشرة، ولكن إذا لم ينجحوا سيكون هناك مدرسة تحضيرية يدرسون فيها حتى تصل مستواهم التعليمي إلى مستوى كافي، فبالتالي الذي ينجح يذهب ويدرس في الصف الأول، أما الذي لا ينجح فطبعا. ونحن في كل فترة وفي كل فصل نقوم بإجراء اختبار وامتحان، وخلال فصلين يستطيع الطلاب مراجعة ذلك. إذا بدنا نعرف من حضرتك أستاذ إرباي، هل جامعة بهجة شهير بتوفر سكن طلابي للطلاب القادمين من خارج تركيا؟ مثلا نحن جامعة المدينة،
فنحن لدينا هناك حرم جامعي، وهناك لدينا أيضا جامعة المدينة. فجامعة المدينة شهير، فهي موجودة ضمن المدينة، ولدينا هناك لدينا شركات كثيرة نحن متعاونون معها، ولدينا شراكات معها مثل هونداي ومرسيدس، شركات عالمية ضخمة، وهناك الكثير من الشركات الضخمة التي نتعاون معها، ولدينا شركات. فنحن لدينا علاقة في جو العمل، فلدينا هناك لدينا سكن جامعي نحن متفقون معه، وكل هذا جودة عالية. ومثلا هناك مثلا شركات البوسفوروس، فهي قريبة جدا على جامعتنا، فنحن نقوم بإعلان عن ذلك في موقعنا الإلكتروني. هناك لدينا سكن جامعي، فنحن نقوم بإدارة هذا السكن الجامعي، لأنه نحن نؤمن طلابنا عليهم، فلذلك فيجب علينا مراعاة شؤونهم ومتابعة ذلك. فهذه طبعا السكن الجامعي لديها حوض سباحة، لديها كافيتيريا، لديها مطاعم، لديها أماكن للرياضة، وحتى هناك سينمات صغيرة، صالات سينما صغيرة يستطيعون استخدامها بشكل مجاني خارج الكافيتيريا طبعا. وهناك لدينا حوض للسباحة كما قلت لكم، فالطلاب يستخدمونها كفندق بمستوى جيد. وأيضا فهناك لديهم أماكن للاستحمام بشكل جيد، ويستطيعون استخدامه لمدة 24 ساعة. فبالتالي عندما يتواصلون معنا فنحن نستطيع أن نؤمن لهم السكن الجامعي، وكلهم ممتنون من هذا السكن الجامعي الذي نؤمنه لهم. جميل، أكيد إن شاء الله بالتوفيق للجميع. أستاذ إرباي، موقع الجامعة هو صاير بالضبط باسطنبول، إلها مكاتب أو فروع خارج اسطنبول؟ طبعا شوية الانيفرسيتيز بزم أصلا، أنا مثلا أنا بالنسبة لجامعتي أريد أن أتحدث عن جودة التعليم أكثر. فمثلا المنشورات التي نقوم بنشرها في العالم، أو الطاقة الاستيعابية التي نستطيع. بالنسبة لموقعنا، موقعنا مثلا في موقع ممتاز جدا في تركيا وفي إسطنبول، ولكن من ناحية الموقع فنحن لا أريد أن يختارنا الطلاب على حسب الموقع، ولكن على حسب الخبرة وحسب جودة التعليم. فطبعا نحن في بيشكتاش يوجد لدينا جامعة على البحر تماما، ولدينا يخت نستطيع مثلا أن ننقلهم من جامعتنا إلى الحرم الجامعي الآخر في منطقة كاراكوي أيضا على البحر مرمرة، ولدينا أيضا لدينا حرم جامعي ممتاز، ولدينا أبنية جديدة نقوم بإنشائها، ولدينا مناظر رائعة من الجامعة، فهي على البحر وعلى البوسفور تماما. فنحن لا نريد منهم أن يختاروا الجامعة حسب المنظر، ولكن حسب جودة التعليم وحسب الخبرة. نعم أستاذ، هلأ نجي للسؤال المهم بصراحة، وهو شو هو الخطوات اللي ممكن يمر فيها الطالب وقت أو المهتم بالتسجيل بجامعة باشجاير؟ شنكو مع الأسف الشديد الطلاب معظمهم مثلا يبون ويراجعون طرق خاطئة، ويراجعون شركات تقوم باستغلالهم. نعم، فنحن هناك بعض الشركات الخاصة التي نتعاون معهم، فهناك شركات معتمدة نحن نتعاون معهم، فلا أريد أن أعد أسماءها. وهناك لدينا 15 شركة لدينا اتفاقية معها، فنحن حصلوا على اعتماد من قبلنا. فجامعة باهتشهير، فعندما يذهب إلى وكالة إلى وسيط، فيجب عليهم أن يسألهم هل حصلت على شهادة الاعتماد من قبل جامعة باهتشهير؟ إذا لم يكونوا يحصلوا على هذه شهادة الاعتماد فلا يتعاملوا معهم، لأنهم لن يتقاضوا معهم أجور إضافية في حال إذا كان هناك شهادة الاعتماد، لأجل أن لا ينصب عليهم. فبالتالي هؤلاء الطلاب
فهؤلاء الطلاب احيانا يقولون يدفعون مبالغ اضافيه، نحن لا نريد منهم ان يدفعوا مبالغ اضافيه. وطبعا الطلاب الذين ياتون من خارج تركيا خصوصا الطلاب العرب الاخوه عندما يختاروا جامعتنا فيرسلوا اوراقهم ويستطيعوا ان يراجعوا، وعندما ويجب عليهم ان يشاهدوا وثيقه او البين كود التي راجعوا فيها عن طريق الموقع الالكتروني لدينا. وبالتالي عندما هناك مثلا زر يقول أنا راجعت فنحن نطلب منه الشهادة وترانسكريب، وطبعا فإذا كان يريد مثلا كلية الطب فهناك بعض الأمور الخاصة، فأنا أتحدث بشكل كثير فلا تؤخذونني. وبعد المراجعة فنحن نعطي الأوراق للمجلس الاستشاري، وبعد ذلك خلال أسبوع يتم تقييم حالة الطالب وبعد ذلك يتم إرسال النتيجة له. جميل جدا بالحقيقة، فعلا وصلنا لختام حلقتنا أستاذ إرباي، بدي أتشكرك جزيلا على هالمعلومات المهمة اللي قدمت لنا إياها. كنت معنا رئيس قسم الطلاب الأجانب بجامعة باشا شهير أستاذ إرباي شيرين، شكرا جزيلا لك. وأكيد متابعينا ما بدي أنسى أتشكر الأستاذ محمود نجار، اتفضل. أشكركم أيضا على دعوتكم لنا في هذا البرنامج، وطبعا وأيضا أشكر السيد وصف لأنه رجح أن نأتي إلى هنا، فباسم جامعتي أنا أشكركم جزيلا، وأعتقد أن جامعات أخرى أيضا أتوا، فأن نقدم معلومات صحيحة فهذا مهم جدا، وطبعا نستطيع من خلالكم أن ننقل المعلومات الصحيحة للناس. فأنا عملت في الجامعة لفترة طويلة، لذلك المصادر الصحيحة هي التي يجب مراجعة. شكرا جزيلا لكم. نحن نشكرك أكيد أستاذ إرباي، وأكيد مثل ما ذكرت متابعينا بدي أشكر أستاذ محمود وأشكر حضرتكم، وشكر موصول لكم أكيد. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من كل شيء قدمناه بالحلقة، لقاءنا أكيد إن شاء الله يتجدد الخميس القادم. تبقوا بألف خير، إلى اللقاء.